الانتقال من مكان لمكان او من بيت لبيت بعد فترة من التعود والألفة بتبقى صعبة شوية، لكن دايما كنت بحس ان وجود الفن في حياتي بيخلي الموضوع ده اسهل عليا بكتير. ففي الاربع سنين اللي فاتوا انا اتنقلت تقريبا من 5 بيوت، كل مرة كنت ببقى في البداية زعلانة ومتضايقة ان انا همشي من المكان اللي انا اتعودت عليه، بس مجرد ان انا انقل المكان الجديد واعلق لوحاتي واحط حاجتي اللي انا بحبها في المكان ده بحس ساعتها ان انا مرتاحة وانه خلاص ده بقى مكاني الجديد ومستعدة ان انا اعيش فيه للابد. وبقالي تقريبا 2 أو 3 أسابيع بجهز عشان انقل سكن جديد، فصورت لكم بقى الحاجات وانا بقفلها علشان احافظ عليها وكده، بالذات اللوحات والحاجات اللي ممكن تتكسر او تتبهدل. وكمان بعد ما نقلت بقى ازاي حاولت ان انا استغل المساحة اللي في اوضتي دلوقتي لانها اصغر بكتير جدا من الاوضة اللي انا كنت قاعدة فيها قبل كده، فحاولت ان انا اتصرف في الموضوع ده. فعندي شوية افكار كده عشان لو حد فيكم ممكن يستفيد منها. اول حاجة بدأت بيها هي اللوحات الكانفاس، وكمان حاولت ان انا استغل المساحة، فكان مثلا عندي بروشورات او كتالوجات من المعارض اللي انا بحضرها، فحاولت ان انا استغل المساحة اللي تبقى جوه الاطار الخشب من الكانفاس من جوه، وان انا احط الحاجات دي جواها، وكمان احط يعني لو في كانفاس مقاسه اصغر شوية يبقى جوه الكانفاس الاكبر ده. بس برضو كمان حاولت ان انا ما تقلش الوزن قوي على الكانفاس علشان اللوحة نفسها ما يحصلهاش اي ضرر. اي كمان كرتونة او ورقة كنت ببقى خايفة عليها كنت بحطها بين لوحتين كانفاس عشان تفضل مفرودة ومحافظة على شكلها. بعد كده بقى ابتديت احط كذا مجموعة كانفاس اللي هم مقاساتهم قريبة من بعض واربطهم مع بعض بخيط صوف تخين شوية، وعملت كده بالطول وبالعرض، وبعدين عملت عقدة كبيرة. الفكرة من الموضوع ده ان انا هيبقى سهل ان انا احركهم وفي نفس الوقت ان هم يبقوا مربوطين مع بعض كويس. بعد بقى ما ربطتهم طبعا كان لازم اغطيهم برضو كمان، فجبت ورق عندي من اللي هو الورق التغليف او كان بيبقى مع حاجات يعني وكده متغلفة بيه، بحيث برضو ان اللوحة تبقى متغطية كويس من كل الاتجاهات. برضو كان عندي سلة كده حطيت فيها كل الحاجات اللي انا كنت خايفة تتكسر، زي الكوباية مثلا اللي انا كنت حاطة فيها الفرش دي خزف، فحطيتها جوه السلة دي على اساس انه هي طبعا تحافظ عليها. اول ما وصلت السكن الجديد كنت متضايقه جدا من مساحه الاوضه وان هي صغيره ومش عارفه انا هحط حاجتي ازاي، لكن لما قعدت شويه ورتبت الدنيا ابتديت اكتشف حلول للحاجات اللي مضايقاني دي. يعني مثلا الكراتين طبعا، لان انا لسه جايه مكان جديد فكان في عندي عدد كراتين كبير جدا، ابتديت استغل الكراتين دي في التخزين. الصغيره كنت بعملها علشان احط فيها الادوات بتاعه الرسم، اعلقها مثلا على الحيطه، دي حركه فادتني جدا ان انا استغل مساحة اقل على المكتب ومساحة اكبر على الحيطة.
برضو لقيت عندي كرتونة حلل كبيرة جدا، فاشتريت ورق التغليف دوت، شكله حلو جدا برضو، وغلفتها بيه، وقلت ان انا هعملها زي ترابيزة صغيرة، وفي نفس الوقت المساحة اللي فيها من جوه اقدر احط فيها كل السكتش بوكس بتاعتي وكمان الكتب بتاعتي. جنب الترابيزة دي بقى حطيت اللوحات بتاعتي اللي انا وريتكم انا ازاي غلفتها، في حاجات طلعتها من الكيس وفي حاجات سبتها متغلفة زي ما هي، وفي هنا كيس بقى سبت فيه الورق الكبير ده. اكتر جزء بقى تعبت فيه او في تنظيمه هو المكتب، هوريكم بقى شوية افكار كده انا عملتها علشان اظبط المكتب ده. اولا كده عندي كان في مشكلة ان مساحة المكتب تعتبر صغيرة جدا، ومفيش برضو مكان للتخزين عندي في الأوضة كفاية، فكنت مضطرة ان انا ارفع حاجات كتيرة جدا من على المكتب علشان المكان يكفي. علبة الفرش دي عبارة عن علبة عادية جدا بلاستيك، وانا غطيتها بالورق ده اللي هو ورق من كتاب قديم، بس عجبني اللي هو اللون الاصفر العتيق اللي فيه ده، فلفته بيه ولزقته عليه، وبعدين جبت الهوك ده وعلقت فيه الالوان الاكريليك دي. العلبة بقى البلاستيك دي وبقية الحاجات دي كلها انا لزقتها بمسدس الشمع. دي كرتونة عادية خالص، قصيت جزء منها من فوق من هنا كده علشان ابقى شايفة اللي جواها، وحطيت جواها كل الالوان بتاعتي، او بمعنى اصح علب الالوان، يعني الالوان الزيتية، الاويل باستل والسوفت باستل والباستل الاقلام اهي، ودي الوان جواش انا لسه شارياها جديدة. وعلقت بقى عليها شوية حاجات كده عشان الانسبريشن، لوحات وتيكت وجواب، اي حاجة بقى انا كنت عايزة اعلقها علقتها هنا. العلبة التانية دي برضو نفس القصة، هي بس مكركبة شوية من جوه، فيها العلبة دي، العلبة دي بقى فيها الأقلام مثلا وحاجات كده كتيرة ملهاش علاقة ببعضها، وأدوات النحت، الدبابيس بتاعة الدباسة. عملت برضو الفريم ده، علقته عادي جدا على الحيطة، برضو لزقته بمسدس الشمع ولزقت فيه خيط من ورا، فيه نفسه من ورا، فيه خيط من فوق وخيط تاني من تحت. كل شهر اعمل الورقة دي بحيث ان انا يبقى عندي ايام الشهر كلها، ولو عندي ايفنت معين مثلا او حاجة او وركشوب او اي حاجة انا عايزة احضرها اعمل علامة على اليوم ده، عشان انا عندي مشكلة في الموضوع ده، دايما بنسى الحاجات دي. دي برضو ستيكي نوتس انا عملتها او يعني لزقتها برضو في الحيطة، عشان لو في حاجة مهمة انا عايزة اكتبها في اليوم ده تبقى موجودة هنا قدامي على طول. في عندي بقى هنا على المكتب دي علبة الالوان الزيتية، دي العلبة اللي انا بستخدمها عشان الالوان المائية. الشاسيه ده برضو انا بستخدمه في الرسم عليه، وبرضو حبيت ان انا اعلق عليه حاجات بوك مارك وسكتش انا كنت واخداه من جاليري. برضو دي علبة الالوان الاكريليك اللي عندي، وطبعا لانها برضو ما كفتش فعملت جبت برضو كرتونة تانية فتحتها كده، قصتها من فوق فبقت مفتوحة كده عشان احط فيها بقية الالوان الاكريليك. في هنا كتابين، كتاب للباستل وكتاب تاني للووتر كولر، وباليت للاكريليك والالوان الزيتية، ودي برضو ورقة انا بستخدمها كباليت. دي هنا مقلمة انا اللي هي اللي انا باخدها معايا وانا خارجة دايما، بحط فيها بقى مثلا مجموعة الوان مائية ومنديل طبعا، باخد سكتش بوك صغير واقلام بقى اللي هي الاقلام اللي انا بستخدمها استخدام سريع وكده. دي بقى السكتش بوكس اللي انا بستخدمها على طول، دايما حابة ان هي تبقى هنا مش في المكتبة.
تحت المكتب بقى في هنا مجموعة لوحات ازاز وكده، انا مغلفاها كويس جدا وقفلاها علشان ما تتكسرش. وفي هنا بقى بوكس كده برضو، وفيها بقى الحاجات اللي انا مش بستخدمها برضو كتير بس عايزاها تفضل موجودة هنا. يا رب الفلوج الاسبوع ده يكون عجبكم واستفدتوا من الافكار اللي انا عملتها لتنظيم اللوحات، او مثلا ازاي تحافظوا على الحاجة لو انتوا بتنقلوها من مكان لمكان. ولو عندكم كراتين يا جماعة ما ترموهاش، حاولوا ان انتوا تعملوا لها ريسايكلينج وتستخدموها، لان الموضوع ده فعلا فرق معايا جدا، وانا من غير الكراتين دي كنت فعلا هبقى محتاسة ومش عارفة احط حاجتي فين. عايزة اقول كمان ان انا اغلب الافكار اللي انا عملتها دي كنت شايفاها على بنترست. طبعا مش كل الحاجات عرفت اعملها بالظبط زي ما انا مش شايفاها، بس على الاقل يعني انا تقريبا ما اشتريتش غير ورق الحيطه اللي انا استخدمته اللي عليه ورد ده، وده كانت تكلفته 35 جنيه. بقيه الحاجات بقى كلها انا استخدمت حاجات اصلا موجوده عندي وظبطتها وكده عشان تطلع بالشكل اللي انا عايزاه. لو عندكم اي اسئله او اقتراحات اكتبوها لي في الكومنتس. ما تنسوش تشوفوا كمان الفلوجز اللي فاتت، وشكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.